هذا عرس او فرحه او احتفال بتدشين هذا المشروع الكبير اللي هو ديال الطرق ديال التهيئه اللي كتوجد بهذه المنطقه ديال المكانسه ولاد حدو. وهاد الطرق هادو اللي غادي تفك العزله على الساكنه بالدرجه الاولى، وغادي تخلق واحد الديناميه جديده، وغادي ترفع من القيمه ديال العيش في هذه المنطقه، وكذلك غادي تشجع حتى الاستثمارات اللي غادي تكون جايه من بعد ان شاء الله لهذه المنطقه هذه. وكيف كنعرفوا هاد الاشغال هذه كتندرج في اطار اتفاقيه اللي وقع سيدنا الله ينصرو على اساس انه هذه المنطقه هذه خصها تتاهل وتصوب وتعرف الاناره العموميه، تعرف الطرق، تعرف بزاف ديال الحوايج، وما غتبقاش حتى المشكل ديال الفيضانات اللي كتوقع بعض المرات في فصل الشتاء، لان غيكون واحد الباسان داخل في المشروع اللي جمع هاد المياه الشتويه اللي ما تبقاش تؤدي بالغرق ديال الساكنه ديال منطقه مكانسه. وهذه مجهودات اللي اشتغلنا عليها كاملين، السيد عامل الاقليم، وزاره الداخليه، مجلس العماله، جماعه بوسكوره، شركه العمران، السلطه المحليه، كل شيء تشتغل على هذا المشروع باش يخرج للوجود. وكيف كنعرفوا راه بغلاف مهم جدا، تقريبا واحد 18 مليار تقريبا، وغادي يكون فيها الشطر الاول والشطر الثاني. الشطر الاول راه غادي الانطلاقه ديالو هي هاد التدشين هادي، غادي يبداو من حاليا، وعلى اساس الشطر الثاني هو راه اونكور قريب، والمده ديال الانجاز غادي تكون كاينه 12 شهر وكاينه 14 شهر، يعني هاد المده هذه يمكن اللي غنقولوا انه غادي نتضامنوا الجهود باش اننا هذا المشروع هذا خصو يخرج، باش حتى الساكنه تطمئن وتعرف انه احنا كنا كنشتغلوا لضمان عيش كريم للساكنه ديال هاد المنطقه هذه. كاين واحد العدد ديال الطرق كيف كنشوفوا الا شفناها في لي بانو، كاين الطريق اللي جايه من الدار البيضاء جات على 2 مارس، كاين الطرقان اللي جاو حتى هما من الدار البيضاء وجايين مست مكانسه اللي غيهبطوا على الملحقه، كاين طريق اخرى اللي غتهبط على من المزابيين وغتجي تتلاقى مع الطرقان وتمشي حتى للمنطقه اللي هي داخله في اعاده الهيكله اللي هي منطقه صناعيه، يعني حتى لاكسيسيبيليتي غادي تولي في هذه المنطقه. لا المستثمرين غيتشجعوا، وغادي يشجع هذا من نقص باش اننا نقصوا من البطاله ونشجعوا الخدمه والاستثمار في هذه المنطقه هذه. يمكن مثلا هذا المشروع يحل المشاكل ديال النقل اللي من بين زعما اهم المشاكل اللي تسعى لها المنطقه. من طبيعه الحال المشروع ديال النقل، هذه الطرق التهيئه هي طرق راه هي البنيه التحتيه ديال المنطقه، بما فيها الاناره العموميه اللي غادي تكون فيها، ويكون فيها حتى الامن والاستقرار ديال الساكنه. كذلك هذا غيشجع على انه يكون حتى وسائل التنقل غادي تكون، يعني حتى ملي كتجي تبغي تقول للطوبيس انه يدخل في هذه الطرق يمشي، كيولي عنده لي فوا موجودين، ما كيبقاش عنده لوبستاكل الطريق فيها 3 متر ولا مهرسه ولا مدقدقه ولا شي حاجه. هادو الطرق اللي كاينه ما بين 20 حتى 30 متر في العرض بالاناره العموميه ديالها بكل شيء، هذه هذا زعما الصراحه واحد القيمه مضافه لهذه المنطقه هذه. شرفنا اليوم بحضور السيد العامل لاجل اعطاء انطلاقه اشغال اعاده هيكله مكانسه الجنوبيه. بطبيعه الحال هذا العمل ديالنا كيتلخص في انجاز عده طرق مهيكله تقريبا للينيار ديال تقريبا واحد 12 كيلومتر، مفرقه على جوج ديال الاشطر. الاشطر الاول تقريبا 4 كيلومتر ونصف بغلاف ملكي تقدر ب 43 مليون درهم، والشطر الثاني بطبيعه الحال اللي هو تقريبا 7 كيلومترات ونصف، وبشطر يعني بغلاف مالي كيتقدر ب 70 مليون درهم. فبطبيعه الحال هذه الطرق المهيكله هذه كتنجز كتقوم دور فك العزله على هذا الدوار هذا اللي هو بطبيعه الحال عنده صعوبه في الولوجيات، فيمكن الساكنه باش انها تولي عندها ولوجيات ديالها من الطريق الشماليه مع المكانسه الشماليه، وبطبيعه الحال من جهه الطريق مدينه على ار 315 اللي غتفك العزله ديالها لا من الطريق من المحطه الشماليه لا من الجهه الشرقيه. دونك بطبيعه الحال هذه الطرق هذه غتتم في اطار برنامج اعاده هيكله الاحياء ذات التجهيز، واللي بطبيعه الحال كل ما يرافقها من اناره عموميه من تبليط الارصفه وكذلك انجاز محطه الضخ اللي غتحل المشاكل ديال المياه الشتويه لهاد الطرق هذه اللي غتنجز ان شاء الله. الغلاف المالي الاجمالي ديال هذا البروغرام هذا البرنامج اللي هو 180 درهم، والمده الزمنيه الاجماليه اللي هي 22 شهر. فان شاء الله اليوم تعطات انطلاقه ديال هذا المشروع هذا، ونتمنوا من الله انه يتنجز في احسن الاحوال. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.